في العين الثالثة برعاية كوكاكولا هنجيب لكم اللي ما شفتوش عندنا لقطات فاتتك وحكايات هتعجبك ولا ايه يا كريم؟ اكيد ادينا في العين الثالثة مع كوكاكولا، اكيد بنجيب لكم حاجات ربما ما تكونوش خدتوا بالكم منها في كاس الامم الافريقية. والنهارده معادنا مع الجولة الثالثة والجولة الثالثة والحاسمة واللي تحدد الابرز حاجة فيها يا كريم في الجولة الثالثة يعني تأهل مصر للدور ال 16 بثلاث نقاط بس. خليني اقول لك على حاجة، يعني غير طبعا الفرحة الهستيرية في الجول الثاني لمصطفى محمد، في حاجة كده مش عارفة خدت بالك منها ولا لا. مصطفى محمد بيجيب الجول الثاني في وقت قاتل قبل ما اللعيبة تعرف اصلا ان غانا وموزمبيق بتعادلوا مع بعض. مصطفى محمد قلع التيشيرت وجري وعاش حياته. هل بقى يا ترى مصطفى محمد خد انذار؟ لا ما خدش انذار. هو طيب. الحكم طبعا واضح جدا ان هو ركز الحكم ركز معانا وركز مع الفرحه، وكمان خلي بالك الهدف يا دينا كان عليه لغط كتير بسبب موضوع الفار ولاعيبه كاف فيردي اعترضوا انه ربما يكون مصطفى محمد لمس الكره بايده، كان هو فعلا لمس الكره بايده وانشغلوا في الحته دي. الحكم ما خدش باله ان مصطفى محمد قلع التيشيرت، وبالفعل يعني خلينا نقول ان هو يعني ايه سهي عليه ان هو عدت على خير. وكويس ان هو عدت على خير، عشان برضو مش عايزين لعبتنا يخشوا دور النوك اوت معاهم اي انذارات. هو يعني الحقيقه ده بفضل دعاء المصريين، يعني البطوله لحد دلوقتي ماشيه بدعاء المصريين، فيا رب تكمل كده ان شاء الله. عايز اقول لك بقى دي ان هدف مصطفى محمد ده مش بس يعني عمل لغط كبير في المباراه وكمان ساعدنا ان احنا نتاهل اكيد للدور القادم، لكن ضايق بشكل واضح بشكل مباشر صحفيين غانا اللي كانوا في مباراة مالهم بقى ومالنا بقى احنا كفاية اهلنا بثلاث نقط يعني غانا وموزمبيق في نفس الوقت. وطبعا غانا كانت متقدمة 2-0 قبل موزمبيق تعمل مفاجأة وساعدت بصراحة بكل أمانة بشكل مباشر برضو منتخب مصر ان هو يأمن وصافة المجموعة لما احرزوا هدفين في الوقت بدل الضياع. كل الأحداث دي تخيلي خلت صحفيين غانا حاولوا يعملوا لقاءات مع لعيبة غانا بعد نهاية المباراة، اللعيبة رفضت وهوب خلعوا على اتوبيس الفريق عشان ما يحتكوش بيهم. وطبعا طبعا بتتكلمي على منتخب غانا، منتخب مش قليل ومعاه سكواد كويس جدا 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 بيخرج من دور المجموعات بنقطتين بس في مجموعه، ربما كان الناس كلها بتعتقد ان مصر وغانا هم اللي الموضوع بالنسبه لهم سهل، لكن تخيل الصحفيين ما وقفوش على كده لما شافوا ان اللعيبه راحوا وركبوا الباص من غير ما يقفوا معاهم ويكلموهم وقفوا لهم قدام الاوتوبيس، وزي ما احنا معانا طبعا فيديو من الواقع، واجبروهم اجبروا البعض مش كلهم طبعا بعض اللعيبه ان هي تنزل، وطبعا غصب عنهم لازم ينزلوا لهم ويحترموهم لان برضو الاعلام بيغطي اخبار المنتخبات المختلفه فلازم اللعيبه تحترم الصحفيين. وبالفعل فعلا في بعض اللاعبين نزلوا ووافقوا ان هم يجروا معاهم بعض اللقاءات ويوضحوا طبعا الشكل المزري لمنتخب غانا في البطولة واللي ودع البطولة بعد احتلاله المركز الثالث بنقطتين، وبالتالي فقد كل فرصه وآماله ان هو يلحق حتى بأي مركز من المراكز الأربعة في أفضل التوالي. حتى كمان الصحفيين بيقولوا 3 points Egypt 3 points يعني بالزبط. يعني بيقولوا انه يعني ثلاث نقط هم اللي أهلوا يعني منتخب مصر. طيب احنا كده تأهلنا بثلاث نقاط، دي ميزة ولا عيب؟ خليني أقول لك ان ربما الناس كلها طبعا لما تشوف الشكل يقول لك طبيعي منتخب مصر يبقى هو متصدر ويتأهل كمتصدر. عايز اقول لك يا دينا ان طريق الوصيف في مجموعه مصر افضل من طريق المتصدر. طريق الوصيف في مجموعه منتخب مصر في دور ال 16 بنسبه كبيره يلاعب الكونغو الديمقراطيه، يخلص الدور ده بعديها بنسبه كبيره ان شاء الله يلاعب غينيا الاستوائيه او احد طبعا المنتخبات الافضل توالت، واذا حقق مفاجاه يعني كسب غينيا الاستوائيه طبعا غينيا الاستوائيه مقدمة مستوى اكثر من رائع، كسبوا اصحاب الارض كوت ديفوار 4-0 وحطوهم في موقف صعب جدا جدا في البطوله لغايه دلوقتي. بس اكيد الوضع ده افضل من وضع كاف فيردي المتصدر اللي في دور 16 ربما يلعب مواجهه يعني هاديه شويه قدامه واحده من مفاجات البطوله منتخب موريتانيا، بس في دور الثمانيه تلعب المغرب. يعني تاهلت دور 16 تلعب المغرب، واكيد اكيد طبعا كامل الاحترام لمنتخب غينيا الاستوائيه لكن ما نقدرش نحطه مع رابع العالم. صحيح. يعني رابع العالم منتخب مغربي قدم مستوى رائع وكمان فريق فعلا واضح ان هو فريق قوي ورغم التعادل مع الكونغو الديمقراطيه ولكن فريق متمرس وقادر ان هو يلعب بشكل كويس، وكمان لغايه دلوقتي المغرب هي اقوى دفاع في البطوله. فاحنا الحمد لله مع التاهل بشوف برده ان احنا ربما كنا بنتمنى حاجه بس اللي كتبه ربنا لينا
افضل من ان احنا نتاهل كمتصدرين. يعني الناس كلها زعلانه ان احنا متاهلين كوصيف وبثلاث نقط بس، وانت عينك الثالثه جابت ان دي ميزه مش عيب يعني. طبعا بعيدا عن الاداء، احنا ما بنتكلمش على الاداء بس في الاخر عارف اللي هو ايه، برضو خلي بالك اللاعب المصري دايما بنقول حتى بنقولها مع النادي الاهلي في دوري افريقيا، اللعيب في دور المجموعات بيبقى حاجه، اول ما يوصل للنوك اوت بيتحول، ودي شفناها حتى مع النادي الاهلي كتير، حتى لو تفتكر اطهر الطاهر ودور المجموعات وبعد كده النادي الاهلي انفجر لغايه لما وصل لقب. ان شاء الله باذن الله باذن الله نشبه هدف اطهر الطاهر بهدف رينالدو، طبعا مدافع موزمبيق جاب هدف التعادل في غانا وتعادل 2-2 عشان بصراحه امام نفس السيناريو تقريبا يعني. فان شاء الله باذن الله باذن الله يكون مساعد لينا ويوصلنا اللقب نهايه المشوار باذن الله. احنا هنا البطوله كاس افريقيا، ولكن روح مارادونا معانا في البطوله دي، اشرح لنا ازاي يا كريم. طبعا اكيد اللي اتفرج فيكم على مباراه الكاميرون وجامبيا ناس كده ما اتفرجتش بصراحه، بس اللقطه دي لقطه غريبه جدا. طبعا واحده من احلى المباريات كانت البطوله، مباراه جامبيا والكاميرون، راحت وجات كتير. منتخب جامبيا كان متقدم بهدف، بعد كده منتخب الكاميروني جاب هدفين، جامبيا اتعدت، منتخب الكاميروني رجع اتقدم ثالث مره، لغايه لما جامبيا في الوقت البدر الضايع لقيناهم هوب جابوا هدف. طبعا سيناريو قاتل، المخرج بيعيد اللقطه، لقينا لاعب جامبيا دينا طبعا مفاجأة. مش عايز اقول تقمص روح مارادونا، اللي مارادونا عملها بذكاء، اللي يشوف هدف مارادونا في قدام كانش في بار كمان يعني 86. لا هو حط ايده على راسه فما يعني ممكن يعني، انما الراجل لاعب جامبيا بصراحه يعني مش عايز اقوله بيلعب فولي بول، بيلعب فولي بول فعلا، طلع حط الكره بايده. لا وبعد الغريب بيحتفل وفرحان ومبسوط ويعني الدنيا هتمشي عادي يعني، وفرحان وكان شويه حاسس ان هو هيصدر فرحه. طبعا لما الحكم شافه وحط لقطه الحكم برده كانت طريفه جدا، حكم الاثيوبي طبعا قعد يلف ويجري وراه عشان يديله الانذار، والغريب اللعيب بيعترض على الانذار مش عاجبه يعني، كان موقف كوميدي جدا. بس طبعا اكيد الكره كانت باينه قوي وكانت محتاجه فار، واكيد المنتخب الكاميروني استحق الانتصار في نهايه المباراه. احنا كده خلصنا خلاص الجوله الثالثه في دور المجموعات وتاهلنا لدور ال 16، عايزين بقى المنتخب بتاعنا يوريهم العين الحمراء، واستنونا دايما على يلا كوره برعايه كوكاكولا في العين الثالثه.